السلام عليكم، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في ليديليز دومانيا. اليوم غنصوب واحد الشيوة غزالة، اللحم بالرقوق، شيوة تقليدية بامتياز وكيحماق عليها الكبير والصغير. غنقدموها بواحد الطريقة راقية جدا. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غنحتاجو الكيلو ونص ديال اللحم، جوج بصلات كبار مقطعين رقاق، نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت بلدية والرومية، كاس الماء اللي درت فيه الزعفران الحر، ثلاثة الفصوص ديال الثوم، قزبور ومعدنوس مقطعين، معلقة صغيرة ديال سكينجبير، ملعقة صغيرة ديال الخرقوم، ملعقة صغيرة عامرة ديال الملحة، نص ملعقة صغيرة ديال البزار، نص ملعقة صغيرة ديال السمن، نص ملعقة صغيرة ديال القاقلة وبسيبيسة مطحونين، نص ملعقة ديال القرفة مطحونة والقرفة عواد. للتزيين غنحتاجو المشماش والبرقوق يابسين، عويد القرفة، ما زهر والعسل، غنحتاجو شوية ديال الزبدة، الزنجلة المحمر، الكركاع والبيستاش. نمرو دابا لطريقة التحضير. أول حاجة غنشرملو اللحيمات ديالنا باش تخليهم مزيان العطرية. غنديرو الملحة، نضيفو ليها سكينجبير، الخرقوم، نضيفو قاقلة وبسيبيسة، القرفة، البزار، السمن، عويد القرفة نخليه حتى من بعد، الربيع مقطع. بالنسبة للربيع اللي ما تيعجبوش مقطع في اللحم بالبرقوق ممكن ديروها قبيطة صغيرة. نضيفو الثومة، نشرملو مزيان، ما تنساوش تضيفو قطرة ديال الماء باش يعاونكم الماء باش تخلط العطرية مزيان. من بعد ما دخلنا العطرية مزيان في اللحيمات غنخليوها ترتاح شي شوية، وندوزو دابا نوضعوها في الكوكوت. غنضيف البصلة. بالنسبة للقياس ديال البصلة فترجع لكيفاش كتبغيو الدغميرة ديالكم. انا شخصيا في اللحم بالرقوق كنبغي الدغميرة تكون بزايد، هادشي علاش درت جوج بصلات كبار نيت باش الله تجي الدغميرة لحقها وطريقها. ضفت الماء مع الزعفران الحر، دابا ضفت الزيت كيف قلت لكم مخلطة ما بين الرومية والبلدية، عويد القرفة، صافي غنحطي على الكوكوت ونخلي البصلة تتحش شوية. دابا البصلة وجدات نزلات، مبقى لي غير نسد على الكوكوت.
وغنخليها على نار مهيله باش اللحمه يدخلها طيب مزيان لساعه كامله. هنا خديت البرقوق اللي سبق ليا وغسلته مزيان، درته باش كيتسلق كيف ما كتلاحظوا، فسبقته هو في الطياب على المشمش حيت المشمش دغيا يطيب ما تشدش بزاف الوقت. صافي غنخليهم يكملوا الطياب ديالهم وندوزو باش نعسلوهم. هنا من بعد ما طابت ليا اللحيمه غنهز شويه ديال المعرق ونضيفو على البرقوق والمشمش. من بعد ما صفيتو بطبيعة الحال من ما فاش تسلقو، ضفت المرق شوية زبدة عوية القرفة والعسل وما زهر. اي فوالا، الطبق ديالنا هو واجد كيف ما كتشوفوا. زينت البرقوق بالبيستاش وبالزنجلان المحمر، مشمش درت عليه الكركاع هكا صاين باش عطى من نضر غزال. كنرافق الطبق بلاصوص اللي تعسلات فيها البرقوق والمشمش. سي ان فري ديليس، جربوه وردوا عليا الخبر.